الله هتعجبه قوي. خلاص هو انا اجيب الورق. هي ساره ما قالتلكش منها؟ لا. ايوه خليك انا هفتح. ايه يا ساره مالك؟ انا اسفه انا جيت في وقت مش مناسب. ادخلي ادخلي. ازيك يا عصام؟ ازيك يا ساره؟ في ايه؟ قلقتيني. كنت فاكره ان لسه في ناس كويسه شبهي. في ايه؟ انت اتخانقتي ولا ايه؟ مين ضايقك؟ الكلب اللي جايب لي الفيلم عرفني على كلب تاني زيه عايزني امشي معاه شويه في مقابل ان انا اعمل الفيلم. وطبعا لانه عارف ان انا ست محترمه فالراجل مشكور عرض عليا يتجوزني لفتره. وانت عملتي ايه؟ وافقت طبعا. انت عارف بقى الشهره والفلوس والبطوله فاكيد وافقت صح؟ انا عارف انت قلتي له ايه. امال بتسال ليه؟ انا عايز اعرف قلتيها له ازاي. ما قلتش حاجه انا قمت مشيت. ولما رحت المجدي قال لي ما تزعليش بقى لما تقعدي في البيت. ايه ده؟ ايه السفاله دي؟ هو في كده؟ لا ده في كده وفي ابشع من كده كمان. طيب ما انت يا ساره طول ما انت في الشغلانه دي هتقابلي ناس زي كده كتير. هتعملي ايه؟ المشكله ان تربيتي تخليني ما اقدرش اتغير ولا النهارده ولا بعد مليون سنه. لا عشان فلوس بقى ولا شهره ولا بطوله. وبعدين انا لو عايزه ادور لنفسي على مبرر عشان اتجوز كنت عملت كده. بس انا عارفه كويس قوي الجواز ده اخرته ايه. وانت كمان عارف الجواز ده اخرته ايه. اه اخرته عيل بيدفع فيه نص مليون جنيه عشان ينزل. هو مش مجدي ده اللي نريمان شغاله معاه؟ ايوه. ودي بقى مشكله تانية خالص لسه ما عرفتش هتصرف فيها ازاي. لازم ليلى تعرف. وليلى يلا يا ملوكه